مشاهدينا بسعدنا جدا انه تكون معنا اليوم نور اليقين، وما اجمل نورك يا نور. شكرا. وانت نور على نور في اخلاقك وفي علمك. اهلا وسهلا فيكي، صباحك سعيد، كل عام وانت بالف خير. وانت بالف خير. اهلا، صباح الخير يا نور. واحنا سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم. شكرا. نور اليقين محمود الفطافطة، عمرك 15 سنه. نور، انا بدي ابلش معك من البدايه. انت حفظتي القران بالبدايه بمده 8 اشهر. احكي لي كيف بلشت يعني رحله حفظ القران. هلا بابا توفى الله يرحمه في 17/11. قبل ما يتوفى بيومين 15/11 انا سالته بابا شو الفرحه اللي انت بتستناها، فهو قال لي انا كثير بستنى فرحه حفظك القران. بعد ما توفى بابا بشهرين أنا حطيت عهد على حالي قبل ما يصير له سنة يكملها أكون مخلصة الحفظ. ما شاء الله. بدأت في نظام الأرباع من النجمة للنجمة في الحفظ. أول 10 أجزاء كنت أحفظ ربع في اليوم. بعدين ضاعفت الحفظ صرت ربعين، خلصته في 8 أشهر. ما شاء الله عليكي. يعني قديش يعني ما بعرف، أوقات تسمع بعض القصص هيك بتخليك تصمت تتأثر كثير. الله يرحمه يا ربي. قديش صعبة عملية حفظ القرآن؟ هل هي صعبة ولا سهلة وسلسة؟ وهل عرفتي المعاني؟ وبعدين سبحان الله الواحد لما يبدأ يقرأ القرآن قديه بيشعره أنه مرتبط في حياته وفي يومياته وفي تعامله مع الناس. هلأ بالبداية أول 10 أجزاء حسيت شوية في تغلب، لأنه لسه ما كنت متعودة على نظام الحفظ. كنت أخذ في الربع تقريباً 3 ساعات، وما كنت منظم الوقت. بعد 10 أجزاء صرت أنظم الوقت. بعدين إني ضاعفت الحفظ، صرت قبل الساعة 11 لازم أكون مسمع ربع، وقبل الساعة 2 ربع تاني. فوقتها نظمت الوقت، بس أول 10 أجزاء اتغلبت، بعدين أخذت على الإشي صار سهر. يعني نور، احنا بس بدنا نوضح بانه انت حفظك للقران كان اونلاين مش هيك؟ كيف كانت التجربه؟ هلا انا كانت معلمتي اللي درسني انجليزي في المدرسه حفظ القران. فمرة سمعت عن شيء اسمه انعاش العقل بخليك تحفظ القران في 3 ايام. فانا بعثت لهي المعلمه اللي هي بتقول لي احنا مش هدفنا المده، احفظيه انت بدون ما تعملي هاي الدوره تاعت انعاش العقل، ولو اخذتي سنين المهم انه انت تحفظي وتعرفي المعاني تفهمي. فبوقتها قالت لي بدي ادلك على نظام الارباع من النجمه للنجمه، فقلت لها ادليني. بعدها صرت كل يوم قبل الساعه 11 احفظ ربع، اسمع لها اياه أونلاين، يعني أخلص حفظ أسكر المصحف أسجل صوتي وأبعث لها إياه. ما شاء الله. وقبل الساعة 2 كمان ربع. حلو. وضلت. ما شاء الله. ما شاء الله عليك. وهل تحتاجي تراجع القرآن كل يوم أو كل فترة حتى ضل في ذاكرتك نور، عشان اللي عم بسمعنا يستفيد واللي حابب طبعا يبدأ بحفظ القرآن الكريم؟ هلأ أنا براجع القرآن تقريبا، هلأ لما يكون عندي وقت في اليوم براجع جزء ونص. وإذا كان يوم مثلا ما في عندي كثير وقت أقل إشي 3 صفحات، بس إنه ما أترك الإشي. يعني مهم جدا إنك تضلك تذكري مخك وترجعي تنعشي الدماغ ب يعني هذه الآيات الرائعة. إحنا بنحكي نور بإنه أنت كانت يعني فقدان أبوك هي الدافع الأساسي لحفظك للقرآن. قد إيه ساعدك القرآن لما كنت عم تقرأيه وبتحفظيه؟ حتى بأنه بنحكي أحيانا ببرد على قلبك وبيحاول بيعلمك الصبر وبيعلمك كيف تآمني بأنه ربنا هو متوكل بأمرنا دائما، هو كاتب لنا الخير دائما. هلأ يعني لما فقدت بابا إنه يعني أنا كثير كنت متعلقة فيه الله يرحمه، فحسيت فراغ كثير كبير. ويعني أول شهرين أنا ما كنت لسه بادية في الحفظ، يعني كان في زي هيك وجع كبير. فلما بلشت أحفظ زي إشي برد على قلبي. يعني هلأ أنا لما كنت أحفظ يعني كان كتير أحياناً يجي علي أربع وأنا بحفظها أتخيل كيف فرحة بابا لو إنه عايش، يعني أبكي وأنا بحفظ، بس إنه القرآن تيجي آيات تهدي. صح. يعني أكون مثلاً متضايقة أكون مرة آية واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، خلص أهدى، فإنه كان يصبرني كثير. سبحان قهر عباده بالموت. خلينا نحكي شوي كمان عن أنت حافظة للشعر. أنت رسامة. يعني وهذا بدل على شيء، بدل على أنه اهتمامك كمان باللغة العربية قوي جدا. وطبعا القرآن الكريم يعني هو
يعني أساس أساس اللغة العربية بكل مفرداته في كل الصور والرسالات اللي موجودة فيه. خلينا نحكي أول شيء عن الشعر وبعدها حابين نحكي نشوف الرسومات يا نور. هلا أنا عندي بحب كتير أحفظ الشعر والمعلقات والأشياء اللي قديمة. فحفظت قصيدة صوت صفير البلبلي للأصمعي يوميتها، يعني هي قصتها إنه كان في حاكم للدولة حكى كان عنده غلام بيحفظ من ثاني مرة أي شعر، وكان في عنده جارية بتحفظ من ثالث مرة، فحكى إذا بيجي شاعر بعطيني قصيدة وما بقدر أحفظها وما بكون سامع عنها لا أنا ولا الغلام ولا الجارية، رح أعطيه مقدار ما كتب عليه ذهب. فأجل الأصمعي نظم قصيدة من 30 بيت. كانت القصيدة ما قدروا ولا حدا، يعني ما كانوا سامعينها ولا قدروا يحفظوها. فحكى له الحاكم أعطيني عشان أعطيك مقدار اللي كتبت عليه ذهب. فقال له إنه عذرا أنا ما كتبتها على ورقة، أنا كتبتها ورثت من والدي عمود رخام. فانصدم هلأ هو الحاكم. هو حكى له أنت قلت إنه رح تعطيني المقدار، بس بعدين حكى له أنا بتنازل عن حقي مقابل إنك تعطي الشعراء اللي قبلي حقوقهم. قصتها حلوة يعني، وهي أنا مرة سمعتها القصيدة صعبة ومش سهلة، وحتى كلماتها صعبة وفعليا صعب حفظها. هذا عندك قدرة على الحفظ عالية نور، يعني ما شاء الله عليك. خاصة يعني اللي بسنها بالزبط. يمكن يكون مثلا بلفت نظرهم أمور ثانية، بس حلو واللغة العربية يعني أساس، وقدي هذا رح يقويك لقدام. نحكي نور عن رسماتك، أنت بتحبي الرسم، أنا حابك نستعرض مع بعض بعض من رسماتك. كيف بلشتي بهيك الرسم؟ الرسم ب 2018. هلا ب 2000 انا من زمان بحب الرسم، بس ما عمري فكرت اني انميه. فبرضه كانت عندي معلمه رسامه، يعني هي معلمه برضه انجليزي، بس رسم من المعلمات دائما مش المعلم بأساس. فهي كانت رسامه وترسم وجوه. فوقتها قلت لها انا بحب الرسم، هي كانت تحفزني، مع انه لو ارجع لرسماتي القديمين يعني ما مش هالشيء، بس هي كانت تحفزني عليها. فبتذكر أول ما رسمت إنه ما كان عندي خبرة، كنت أرسم الهلال بالعكس وهيك، بس مع الوقت والتدريب والتشجيع صرت الحمد لله. وإحنا هذا الرسم اللي عم نشوف مع بعض هذا إيش؟ هذا رسم زيتي بالأكريل، رسم زيتي بالألوان الزيتية، فيه تفاصيل يعني وفي تدرج للألوان. إحنا هذا قديش لك عم ترسمي تقريبا؟ يعني تقريبا 4 سنين. 4 سنين صدق ترسمي. هون كمان عندنا هدول اللوحات. هون آيات القرآن تمثيلهم بالرسم. هون اقترب للناس حسابهم، البطارية فارغة. تعطي شعار هاي عندنا هون كمان ولربك فاصبر. هلا هاي اخر رسمه، هاي اخر رسمه رسمتها، هاي لما اجى رمضان مؤخرا. والله اول رمضان في بدون بابا، فرسمت رسمه حاولت احط انه تكون على رمضان وبابا يكون فيها، واسم محمود اسم الاب. يعني شكرا لك فعلا، يعطيك الف عافيه. يعني انا لفت نظري من امبارح لما تحدثنا انه انت رح تكوني معنا في لقاء وفي حلقه اليوم، في حلقه مميزه زي اليوم. انا عندي سؤالين لك. اولا، رسالتك للصبايا اللي مثلك اليوم متواجدين، ويمكن في بعضهم ماخذهم شوي مثلا عالم السوشيال ميديا، ماخذهم الحياه اكثر. احنا مش ضد انه الانسان يكون يتبع مع الحضاره، يستمتع ويعيش بحياته طبعا ويستمتع فيها، ولكن بنفس الوقت في أشياء مفيدة لما يبلش الإنسان بسن صغير يعملها أكيد رح تنعكس عليه. هذا سؤالي الأول، فرسالتك لهم. وثانيا، في مثل هذا اليوم شو طقوسكم أنتوا كعائلة؟ وهي الكاميرا معك عشان يسمعوك الصبايا. هلا أول إشي لكل البنات اللي ماخذتهم شوي الدنيا، وممكن يكونوا هم من جواتهم في نية للحفظ، في نية إن هم من جواتهم فيهم خير، إنه الحفظ مش صعب. إذا حابة تحفظ القرآن الإشي مش صعب، بس أنت تكون نيتك صادقة وتنظمي وقتك، أهم إشي تنظيم الوقت وبساعد كتير. ويعني بس إنه بالأخير كل إشي ما رح يفيد غير يوم القيامة الإشي اللي بنعملها، فيعني عيش الحياة بس تذكري ربنا. طيب قولي لي، كيف طقوسكم أنتم كعائلة بهذا اليوم الكريم، هذا اليوم اللي كله تسامح وبهجة من الروح؟
هلا احنا طقوسنا هلا يعني هيك على العصريات بنشغل اناشيد عن الرسول. حلو. ولازم في المولد النبوي نجيب حلو المشبك اكيد كلنا وقهوه ساده وهيك بنقعد نحكي قصص عن الرسول. حلو. انا الحقيقه بدي احيي والدتك ابراهيم رح يضيفك انا رح اضيفك شراطه هلا عشان انا بدي احيي والدتك الكريمه اللي موجوده معنا بالاستوديو يعني خلف الكواليس واكيد انت خرجتي من بيت طيب الله يرحم والدك واكيد آمين. والدك روحه مرتاحه فيكي باخلاقك واكيد في بقيه اخوتك وشكرا لوالدتك أكيد. اللي يعني عم بتراعيكم من بعد الوالد وكل عام وانتم بألف خير. وانتم بألف خير. كل عام وانتم بألف خير نور تفضلي. شكرا. انا متاكد بدي ارجع اكد على حكي لارا بانه انا متاكد بانه اللي عم نشوفه وشخصيتك وثقتك بنفسك وطموحك وقد ايه انت واعيه وعندك نضوج بالرغم من عمرك هذا بنم عن عائله عرفت فعليا تربيكي وبنم عن يعني الله يرحم والدك اكيد فخور فيكي واكيد هو هلا مبسوط زي ما انت كان هدفك بالاول انه يكون مبسوط وهذا الشيء بسعيده فهو اكيد سعيد. شكرا على وجودك معنا. شكرا.